حسن فرزوز مدرب الفريق النسوي للجيش الملكي. هذه تقريبا واحد شهر باش بدينا الاستعدادات ديالنا للبطوله العربيه اللي كنأملوا انها تكون مشاركه ايجابيه اللي تشرف الفريق وتشرف كره السله المغربيه. للاسف العائق الاول اللي كاين اللي صادفناه في بدايه الاستعدادات هو غياب تنافسيه العناصر الفريق، لان الجميع كيعلم بان البطوله الوطنيه مازال ما انطلقاتش، وهذا الشيء كيشكل لنا شويه عائق، لانه الايقاع ديال المباريات خصنا نجتهدوا اكثر باش نلقاوه. اضافه اننا حاولنا نبحثوا على مقابلات حبيه اللي يمكن تعطينا فين واصلين في الاستعدادات. للاسف ديما تاخر انطلاق البطوله كيشكل لنا هذا العائق ديما حاضر، خلاف الفرق المشاركه اللي تقريبا جل الدول المشاركه وصلت الجولات العاشره ولا الدورات الثامنه في البطولات المحليه. هذا ما كيمنعش اننا غنحاولوا نمشيو ندافعوا على حظوظ ديالنا، لانه الهدف الاساسي والغرض من هذه المشاركه كيف هو تشريف كره السله النسويه المغربيه، وفرصه للعناصر ديال الجيش الملكي انها تحتك بمدارس اخرى، خصوصا الى علمنا بانه تقريبا هذه هي اول مشاركه خارجيه لهذا الفريق الشاب، فبالتالي فرصه اننا نقيس انفسنا مقارنه مع باقي المدارس، وفرصه للاحتكاك، وفرصه كذلك لتطوير المستوى ديالنا. السلام عليكم، نادية الصالحي لعبة الجيش الملكي. هذه 5 سنوات باش التحقت بفريق وخديت معاه كاس العرش وبطولة وطنية. وهذيك فاش ربحنا بطولة خلات لنا اننا نلعبوا بطولة عربية، وحنا كنستعدوا كل شيء، زعما البنات مستعدين، مسؤولين معاونينا وكل شيء، ونتمنى اننا نقدموا الفريق على احسن ما يكون، ونعطيو اون بون ايماج على ليكيب دابور، ونتقاتلوا ان شاء الله علاش لا نديو تيتخ، ولا المهم نديرو ريزلتا اللي كلشي يفتخر بينا ان شاء الله. Amandine Kouakou, joueuse de l'ASFA pour cette saison 2018-2019. Et là, on se prépare pour le championnat arabe qui va se dérouler en Égypte, et qui vont prendre part à ce championnat, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte et bien d'autres clubs. Voilà, et on se prépare depuis quelques semaines pour ce championnat-là et on espère arriver loin à ce championnat. Merci. أزهر مريم، لاعبة فريق الجيش الملكي. هذه 8 سنوات باش التحقت بالفريق اللي حصلت معاه على لقب كأس العرش ولقب البطولة الوطنية العام اللي فات، اللي خلانا نتأهلوا أننا نشاركوا في البطولة العربية اللي إن شاء الله غادي نمثلوا فيها المغرب عامة وفريق الجيش الملكي خاصة أحسن تمثيل. هذا الشيء اللي غيخلينا نتحاكوا مع فرق قوية جاي من تقريبا جميع البلدان العربية، اللي غتكون منافسة قوية، وكنتمنى نكونوا على أوتور، وان شاء الله كنتسناو الدعم ديالكم وتابعونا على كاع لي ريزو سوسيو ديال اسفار.